اتحاد بالعباس فوزه السادس على حساب مولودية باتلا التي تعيش مشاكل حادة أبقت منصب المدرب شاغرا لأسابيع، وكانت أيضا وراء تواضع نتائج المولودية لحد الآن. اتحاد بالعباس دخل المباراة بقوة وضغط على منطقة الحارس بن مالك بفضل تحركات حسين أشيو الذي أثبت مرة أخرى أنه من طينة الكبار. متاعب دفاع مولودية باتلا تواصلت، وهذه المرة من كرة ثابتة سددها بن غورين بدقة أبعدها الحارس بن مالك وارتطمت بالقائم. رد مولودية باتنا جاء بعد مرور أكثر من نصف ساعة من اللعب، عندما وزع هلال كرة عرضية أخفق زميله غريبي في وضعها داخل الشباك. سيطرة اتحاد بالعباس تتواصل بفضل العمل الجماعي المنسق، وبن مالك ببراعة يصد تصويبة أشيو القوية. في الوقت البدل الضائع من المرحلة الأولى يتمكن غزالي من توقيع الهدف الوحيد في المباراة برأسية باغتت الحارس بن مالك، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. مع بداية المرحلة الثانية كان البديل ريحاني من جانب المولودية قريب من تعديل النتيجة لولا براعة الحارس فراش، وعلى إثر هذه اللقطة طلب لاعب المولودية بركلة الجزاء. وقد طغى على محاولات مولودية باتنا التسرع وعدم التركيز وافتقادهم للمسة الأخيرة في أغلب فترات اللعب. غزالي الذي وقع هدفه الأول منذ بداية الموسم أخفق هذه المرة أمام الخروج الموفق لبن مالك، كما فوت بالقرف فرصة أخرى لمضاعفة النتيجة. ضغط مولودية باتنا في الخمس دقائق الأخيرة لم يأتي بالجديد، ما يعكس الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها لاعب مولودية باتنا، عكس اشبال عبد الكريم بيرا المتحررين من كل الضغوط فحسموا المباراه في النهايه لمصلحتهم وسط فرحه عارمه.